مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، مجلس التعاون يستهجن الحملة الإعلامية القطرية. القوات العراقية تسيطر على معبر إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا. ضباط عراقيون يتوقعون إكمال تحرير القائم وراوة خلال أيام. الأمم المتحدة تؤكد أن 3 ملايين سوري عالقون في مناطق محاصرة، وأكثر من 6 ملايين سوري بحاجة للرعاية الإنسانية. 20 قتيلا على الأقل في هجمات لبوكو حرام في الكاميرون ونيجيريا. في أخبارنا المنوعة، 200 قتيل في انهيار نفق في موقع نووي بكوريا الشمالية. صندوق النقد الدولي يعبر عن دعمه للخطة السعودية لإنشاء مدينة نيوم. سان جيرمان وبايرن ميونخ يحلمان بالتأهل المبكر في أبطال أوروبا، وبرشلونة يحل ضيفا ثقيلا على أولمبياكوس.